وجد ببيته مقتول. الباب صببه مثل ما عند الباب ديته واخر. جينا كامل الجلو طلعنا صرنا سيد مات. ذبح بطريقة تثير الذهول. يعني ما أبشع كما تقولي وسائل القتل في المجتمع احنا عندنا هي ذبح. يجي واحد التفكير تاع يكون تشاؤم يلحق واحد الدرجة يقول لك واش ندير؟ وين ما درت ما صبت والو. قضية غامضة أثارت جدلا وتساؤل. صبيحة يوم السبت وبينما كان أفراد حي قرقور بالبليدة منشغلين بالتحضير لحفل زفاف إحدى العائلات حصلت جريمة دوكا جينا كامل نجرو طلعنا صرنا سيد مات. مات مات مات. عيطنا الحماية جاو لي الحماية شافو صابو ديجا مات. أي شخص نصيبوه مات بصفة غير طبيعية عنيفة ومشبوه فيها يكون فيه تحقيق قضائي. تحقيق قضائي يبدأ من اكتشاف الجثة. نقلت المؤشرات والسكين إلى مصلحة البيولوجيا الجنائية لتحليل عينات الدم والبحث عن أثار بقايا خلايا الجاني والضحية. فيما يخص أداة الجريمة التي وجدت في مسرح الجريمة هو السكين، نقوم ببحث عن آثار التي مسكت آثار بقايا الخلايا التي تركها الجاني على أداة الجريمة، وكذلك نبحث عن آثار دم الضحية إن وجدت على السكين أم لا. طبعا كل هذه الآثار البيولوجية إن وجدت تعين وترسل إلى مخبر آخر اللي هو مخبر الاستخلاص الـ DNA. وبعد أيام أسفرت نتائج التحاليل بأن بقايا الخلايا التي عثر عليها على أداة الجريمة والبصمات المرفوعة مطابقة تماما لخلايا الضحية ولا أثار لخلايا ثانية، ما أثار شكوك بأنه انتحار. في بعض الأحيان في حالات انتحار معقدة إنسان قبل من انتحر يخمم يستعمل للأسف الذكاء تاعو باش ينتحر. هنا رايح الوكيل الجمهورية ومصالح الضبط القضائي والمجتمع يديروا البحث الاجتماعي
ويشوفوا ويزيدوا يديروا التشريح الطبي. تفاقم الوضع وتعقدت القضية، ما استدعى اللجوء إلى عملية التشريح الباطني لتأكد إن كان انتحارا أم جريمة مفتعلة. لازم نعرفوا الإنسان هذا اسكو أدرواتي ولا غوشي. شوفوا اسكو الانسان هذا كان تحت تاثير ادويه ام لا، اسكو كان واعي ماهوش واعي. نشوفوا كميه تاع الدم اللي رماها، نعينوا مام اداه الجريمه اللي صبناها، هل تنطبق مع الجروح الموجوده على الجسم؟ لتثبت في الاخير بان الضحيه من قام بذبح نفسه لاسباب تبقى مجهوله. بعد تشريح الجثة، بعد تأكد من فتح الجثة وبعد المعلومات اللي كانت عندنا، بعد التحاليل اللي درناها، صبنا بلي قلنا فيه هذه حالة انتحار للأسف. شوفي كيفاش إنسان يقضي على نفسه. اتضح الفاعل، لكن اللغز لا يزال غامضا، مما استدعى القاضية للتعمق في التحقيق لعله يجد شيئا يساعده في معرفة الأسباب. القاضي يسمع العائلة، الوسط الاجتماعي راح يكون ما يسمى بحث اجتماعي، راح يسمعوا الأطراف ويشوفوا السلوكات تاع السيد هذا كيفاش راهي، وهل ممكن ينتحر، هل فيه تحقيقات يقوم بها قاضي التحقيق. ليتوصل في الأخير بأنه قد أصيب في الآونة الأخيرة بنوبة انفعالية وانفصام في الشخصية جعلته دائم الغضب والشجار مع أسرته وأقرانه، بعدما كان مثالا للأب الصالح والرفيق الأمثل. من قبل نعرفوه خدام لاباس به، انسان بعقله بطوموبيلته لاباس به. كان نورمال عادي حتى تسمعوه يخرف، هذا يخلط في الهضره، يتقلق، يعيط، إتو. هادي سي سكون أبل لا بوفي ديليرونت إيغو. من جيت 2011 جات الحالة هذيا في الدار، ولا فاتن ولا ما يحمل حتى واحد، مانيش عارف كيفاش، ومي برا لاباس بيه. ويكون برا يكون نورمال، تقول دي فوا كاع ماشي بابا هو، يكون برا. مي المشكل مع هاد الناس سي كو من يكونوا برا ما يظهرش، هو من تهضري معاه يبان لك عادي. يلي ديليرون سكون ابل ان سيكتور، يديليري على لا جالوزي. فقد بداته نوبات المرض العقلي دون ان ينتبه اليه احد، الى ان اهمل نفسه دفعه واحده وخرج للتسول رفقه طفل صغير. كان يروح يطلب عند طفل صغير يديه معاه، هذه بعد ما جاته الأزمة. من الأول كان لاباس به، من قبل نعرفوه خدام لاباس به. المجتمع اللي رانا نعيشو فيه كاين بزاف الضغوط، كاين اللي يقدر يصبر وكاين اللي يصبر حتى يطرطق. الناس يقولوا سبحان الله كان نورمال حتى شفناه ولا مهبول. تاك شغل راح يطلب وكذا، هذه ما على بالوش شنو يدير، ما على بالوش يخرج، ما على بالوش كاع شنو يدير، حتى ما تكيت كاع مع عمره شنو ندير.
سمح في روحه صديق ما ينظفش روحه ما يحففش، هاد الأعراض يقدروا يكونوا اكتئاب صديق ديبريسيون، كما يقدروا يكونوا انفصام الشخصية صديق سكيزوفريني. حتى تفاقم الوضع وصارت تصرفاته لا تطاق، إلى درجة التهديد بقتل نفسه وقتل زوجته، لكن لم يأخذ أحد كلامه بعين الاعتبار. هو كان يحضر، كان يقول لي ودي نقتل روحي نقتل روحي، وحنا ما أمناش. هو قال نقتل مرتي ونقتل نقتل روحي، بس ما أمناش باللي تصل هذا الشيء. إنسان هار يقول يهدد زوجته ويهدد الآخر، صديره يتكلم كلامه يهدد باش يقتل نفسه بواسطة بعملية عنيفة جدا هو الذبح. هنا صديره ندخله في عين المجتمع. كان يقول بلي يا ودي نقتل روحي نقتل أولادي، وكان يعاود هذه الكلمة شاك فوي يعاودها يجي يحكي للناس، حتى لدرجة قلنا بلي هو يكذب، هو مال في شغل يهدر وما يدير والو ما يأذيش، ماهوش اللي يأذي. احنا عندنا هذه الهضرة تاع لو تيرم زعما عادي، بصح تصوري واحد باش يلحق يقتل انسان واحد اخر، سيتير انتر الهضرة هكذا والفعل حاجة كمان كاين فوسي كبير. مع دانسون انصام العائله اللي يسكن معاها ضربة زوج عندي شالي مهبولة. وفي ليلة وقوع الكارثة استيقظ باكرا متجها إلى محطة الحافلات للعمل كعادته، وكان في أحسن الحالات. كان هذا الصباح لاباس بيه، كان دائما يخسر هو الكار الصباح، يخسر الكار تاعو لاباس بيه. سويعات قبل اكتشاف جثة محمد، وبينما كان احد الجيران ينظف الحي سمع شجارا عنيفا دار بين الضحية وزوجته، وبعد لحظات شاهدها تركض هاربة ملطخة بالدماء والضحية يلحقها حاملا بيده سكين. السؤال اللي كنت برا كنت نقي، شفت المرأة تاعو خارجة بالدم وتمشي مضربة بالدم وتمشي وتتمايل، فتحت لها الباب في الدار، دخلت للدار هو جا موراها بالموس. عاد من العمل قبل انتهاء الدوام واختلف مع زوجته في الكلام لأتفه الأسباب. فحمل سكينا بيده وحاول ذبحها أمام طفليها دون رحمة ولا شفقة، لكنها تمكنت من الإفلات منه بفضل أحد الجيران. كي جا موراها بالمصاب غير جينا برا
بدينا نضبحوا عليه نزقيو عليه يا ودي يا محمد واش قدرت قتلت المرة تاعك خرج بابا خرجوا الجيران كاع يضبحوا عليه. لم يجدوا حلا آخر أمامهم سوى محاولة تهدئته عن طريق اتهامه بأن زوجته توفيت ليكف عن ملاحقتها. عملوا كي يضربها خرجت الحومة خرجت الزنقة عملوا ماتت يقولوا الناس قال الناس ماتت ماتت ولا لدارو غلق الباب تاع دارو رد الباب ودخل دارو وقتل روحه ما كاش اللي شافوا كيفاش ذبح روحه. لكنه صدق الأمر فدخل إلى بيته وطبق الكلام الذي كان يهدد به فنحر نفسه. إنسان يستعمل وسائل ما يتصورهاش العقل باش ينتحى. رجل نحر نفسه. دخل داره ذبح روحه.